بسم الله، والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة وأصيلا. أعنى نمن أكثر من أي جماعة دينية أخرى بأن قانون المثل بالمثل ليس في صالح بني صهيون. وما نهار كل يردوا اليوم يقولوا بالوادي طليون، السن بالسن والعين بالعين وهلما جرى. لكن احنا في الحقيقة الوحيدين ينطبقوا على مر الأزمان وفي كل مكان ينطبقوا هذا القانون بحذافيره. هذا أمر الله. إذا كان قالك والحرمات قصاص ولا الجروح قصاص، فاعلم أن الأمة هي التي تراعي هذا الأمر الإلهي ولا غير سوى هذه الأمة. وكل جماعات أخرى غير هذه الأمة هم في غمة معرفية وغمة سلوكية وغمة قولية وغمة روحية. والسلام على من سلم أرواحنا من كل جرم وكل شك وكل إشراك. السلام من الواحد القهار على أمة الإسلام الصادقة، لا الأمة الكاذبة اللي قال في شأنها نبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر افتراق بني إسرائيل إلى 71 فرقة وتوزع الأمة النصرانية إلى 72 فرقة، وهذه الأمة كاذبة إلا واحد من 73 جزء من هذه الأمة اللي هي غمة. ليس هناك أمة الإسلام إلا اللي قاعد يجاهد في سبيل الرحمن واللي قاعد يوحي سنة رسول الإسلام عليه السلام الذي قال فينا من أحيا سنتي فقد أحبني. وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام كونه سنة رحمة، كذلك سنة قتال لأعوان الشيطان، وسنة الغلظة مع الصهاينة اللئام اللي هما ملطخين بدماء الأبرياء. والسلام علينا بالتمام والكمال.